فوق الاستاذ جورج سمير استاذ الموسيقى والمسؤول عن الفريق الفني لاطفال متلازمه داون. استاذ جورج مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ ازيك، انت عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، تحت امرك. تاثير الموسيقى والفن على اطفالنا دول بيبقى عامل ازاي؟ ده هم اللي بيأثروا في الموسيقى يا فندم. هم طبعا احنا بنأثر طبعا معاهم في يعني مثلا لو احنا هنغني معاهم فاحنا بنحسن نطق كتير جدا 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 للولاد. لو احنا اهتمينا بالحركة اللحنية بنحسن استقبالهم السمعي وتطلعهم للنغمات وتطلعهم للكلمات. لو احنا اهتمينا بالناحية الإيقاعية، ودي أنا بنصح فيها يعني كل الولاد والأهل اللي عندهم ولاد من احتياجات خاصة عامة، وطبعا الولاد الداون طبعا، ان احنا نلعب ايقاع معاهم. يعني احنا حضرتك لو انت قسمنا كل كلمة مثلا ما ما خبطتين، لو حضرتك خبطت كده خبطتين ما ما، فهنخلي الولد يحاول يقول مع الخبط او مع الحركة الايقاعية للكلمة، يعني مقطعين نقسمها مقطع واحد اتنين. فلو احنا اهتمينا بالايقاع واهتمينا بالغنى، انا شفته على مدار يعني الحمد لله حوالي 23 سنة او 24 سنة شغال في المجال، بتأثر الموسيقى تأثير جامد جدا جدا على الولاد. انت بتضرب كم طفل يا استاذ جورج؟ ده الحمد لله ما شاء الله معايا ولاد كتير في كذا مكان. يعني انا الحفلة دي اللي معانا تقريبا 25 ولد وبنت كلهم من متلازمة السعادة، وهم حابين. يعني هم عارف حضرتك لما تكون بتشتغل مع حد هو حابب ان هو يعمل الحاجة دي، فطبعا بيدي لك احسن حاجة عنده. يعني انت متلازمة داون سميتها متلازمة السعادة؟ ده العالم كله يا فندم، العالم كله. العالم كله، لان هم يدخلوا السعادة لاي قلب اي حد فينا. صحيح. يعني ايه غير الموسيقى الجمعية بتقدمه للاطفال؟ ما شاء الله الجمعية عندنا في كتير جدا جدا، عندنا ورش إنتاجية، والورش دي بتخليهم يعتمدوا على نفسهم، وعندنا منافس بيع يعني يروحوا يشاركوا كمان بره في حتت. علمتهم ايه؟ علمتهم ايه؟ علمناهم كتير والله. حضرتك انت لما تيجي تشتغل مع ولد احتياجات خاصة عامة والداون بصفة خاصة، المجالات كتير. يعني حضرتك لازم تشتغل مع تخاطب، واشتغل مع تنمية مهارات، واشتغل مع اكاديمي، واشتغل مع سايكوموتور، واشتغل مع موسيقى، واشتغل مع تربية فنية وتربية رياضية عشان يبني جسمه. حضرتك لازم تلعب على كل الجوانب، فكل الجوانب دي الحمد لله موجودة عندنا في الجمعية بصفة كويسة، يعني بأريحية. يعني ما شاء الله الجمعية هنا كبيرة. أنا شاكر ليك أستاذ جورج، وبنتمنى لك التوفيق مع أطفال متلازمة السعادة. تعيش تعيش يا فندم، ميرسي على اللقاء ده. الحقيقة